زعيم. عشان تبقى سعيد خليك راجل واعرف يعني ايه مسؤولية. عشان تكوني سعيدة اختاري راجل وشاركيه مسؤولياته. خليك راجل. خليك راجل. اوعى تجرح واحدة عشان واحدة تانية. اوعى تعمل كده ابدا. احتوي الاتنين وما تزعلش حد فيهم يا حبيبي. وخليك راجل. قالت لي انا خايفة قوي يا حبيبي تسيبني. فسبتها فورا عشان ما تفضلش خايفة. اوعى تخليها يا حبيبي خايفة منك ليه؟ وسيبها فورا اول ما تحس ان هي خايفة. وخليك راجل. احكي لي عن اللي حبيتها قبلي وصدقني مش هزعل. تبقى راجل اهطل لو صدقت الكلام ده. ما تحكيش عن اي حد اي حاجة. هترد عليها بكلمة واحدة. انا قبلك ما كنتش عايش يا ولية يا لئيمة. اوعى تحكي عن ماضيك لاي حد. خليك راجل. حاول لما تيجي ترتبط بواحدة ابوها يجيلك الشغل ويقولك ادي شيك بعشرة مليون بس عايزك تبعد عن بنتي فورا. دي الطريقة الوحيدة يا حبيبي اللي هتعمل بيها فلوس. حاول تدور على الستات اللي اهليهم معاهم فلوس يا حبيبي. وخليك راجل. اوعى تتجوز بدري. ما تبقاش عامل زي اللي راح حفله حلوه قوي 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 ومشي بينها وروح بدري. انت مستعجل على ايه يا حليتها؟ ما هو كده كده الغم جاي جاي. اتجوز متاخر ولا اقول لك ما تتجوزش خالص. وخليك راجل. خليك راجل. رحبوا بقى معايا بالدكتور عبد الله اللي بيقول لك خليك راجل واتكل على الله. ايه اللي حصل يا دكتور؟ ضربوك ولا ايه؟ يا دعواتكم الصالحه. جبت لكم الدكتور عبد الله الشهير بخليك راجل. الحمد لله على السلامه يا دكتور. الله يسلمك. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله كله تمام. بصراحه شغلك على السوشيال ميديا مكسر الدنيا ولامم حواليك رجاله كتيره. فاحنا قلنا لازم نجيبك فانا سعيد ونناقشك شويه في بعض الافكار اللي مغرقة السوشيال ميديا. يلا بينا. جدا يلا بينا. حلقتنا النهاردة بتتكلم عن النكد يا دكتور. يا نهار اسود. ايه رأيك في موضوع النكد ده؟ النكد؟ لا، هو النكد موجود في حياتنا على طول. يعني في النكد بتاع الشغل، في النكد بتاع المرور، في النكد بتاع الزحمة، في النكد بتاع الجو، بس في النكد الأعظم. النكد الأعظم ده هو حاجة واحدة بس، الستات. الست تساوي نكد. طب انت مش شايف ان ده فيه ظلم برضو؟ يعني انت شايف ان الستات هي مصدر النكد؟ هم المصدر الوحيد. الوحيد للنكد. انت هتتقطع بعد الحلقة. وريني دراعك كده يا دكتور. طب دراعك بيوجعك يا دكتور؟ ما هي دعواتهم عليا. طيب يعني انت شايف ان الستات هي المصدر الوحيد للنكد. انا شايف ان ده فيه ظلم، بس احنا هنتناقش في ده. لا، هو مصدر نكد الغير متنبأ بيه. بمعنى ايه؟ المفاجئ. بالظبط. انا ببقى نازل وعارف ان الطريق زحمه، فببقى عارف ان في نكد في الطريق. انما الست غير متنبأ بيها خالص. ده حقل من الالغام، تلاقيه ضرب في وشك مره واحده بدون ما تعرف انت عملت ايه. طيب خلينا ناخد انواع النكد ونرتبهم كده. تمام. من واحد، انت قلت لي من واحد لخمسه وعشرين. احنا هناخد منهم مثلا 10. تمام. قول لي بقى يا دكتور. مواقف للنكد يعني؟ لا، ده مواقف كتيره جدا 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 جدا. يعني في مثلا النكد بتاع الموبايل مثلا. يعني نكد الموبايل ده بكل بساطه، هي كلمتك تمام، انت اتاخرت في الرد. اتاخرت مش ما ردتش. لا، انت رديت. رديت بس اتاخرت. هو انت اتاخرت في الرد ليه؟ الشاحن يا حبيبتي في الموبايل في الشارجر. لا، ما انت ما كنتش كده معايا زمان. يا بنتي انا رديت والله، معلش غصب عني، معلش في الحمام. ادي خناقه وادي نكد. ماشي. طيب انت قاعد على السين مثلا الواتساب موجود اونلاين، وهي داخله عايزه تبعت لك حاجه ولقيتك موجود اونلاين. هو انت اونلاين بتتكلم مع مين؟ بتكلم مع مديري. ومديرك ليه يكلمك دلوقتي؟ يا بنتي في ايه؟ ما هو لازم اتكلم على الواتساب معاك انت بس، ما هو اكيد في ناس تانية موجوده في حياتي. غيره وشك. طيب كلمتك ولقيتك ويتنج. دي يا خبر ابيض. يا لهوي، مش طبيعي. مفتش كرومبو هيطلع. لا بقى. لا، الموضوع مش طبيعي. بتكلم مديرك الساعه 1 بالليل. يا بنتي ده هنترفد كلنا، في مشاكل في الشغل ولازم المشاكل دي تتحل. وحبكت يكلمك دلوقتي. طب ابعت لي سكرين شوت. لا بص، انا عايز اقول لك نوع تاني بقى من الستات. في نوع من الستات تسالك السؤال مرتين
وكل مرة بطريقة مختلفة وتقارن إجاباتك، ويا ويلك يا سواد ليلك لو وقعت وغلط. طبعا 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 ده أكيد، ده دي أكيد. لا وفي برضو حاجة برضو يا سعيد، موضوع نكد التواريخ. أنا عارف عيد ميلادي بالعافية، وكتر خير الدنيا عرفت عيد ميلادك إمتى، وعيد جوازنا عرفناه إمتى. طب ليه أعرف تاريخ أول مرة لبست فيه الفستان، تاريخ أول مرة تقابلنا فيه، تاريخ أول مرة تخانقنا فيه؟ دي مش تواريخ مقدسة. وإنت فاكر النهاردة إيه؟ عيد ميلادك؟ لأ. عيد جوازنا؟ لأ. ده تاريخ أول مرة تقابلنا فيه، وعرفوا ليه؟ أعرفوا ليه؟ أعرف ليه اليوم ده؟ لا 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 لا، الموضوع غريب جدا جدا. في بقى مثلا ايه برضو دي من الحاجات هم مشهورين بيها جدا، دي النكد اللي انت ما تعرفلوش السبب، اللي هو صباح الخير يا حبيبتي، اهلا، الله، مالك، ماليش، يا بنت انا عملت حاجه، ما عملتليش، يا بنتي مالك يا حبيبتي، ما ماليش، ما انت لو مهتم كنت عرفت، ما عرفتيش. طب تقولي في ايه بالاول؟ ليه لازم نلف دي؟ المشكله ان هي شخصيا مش عارفه، هي لو عارفه هتقولك، هي بتجيب حد يدور لا معاها. لا 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 لا، وفي برضو ايه النكد المؤجل، يعني نكد المؤجل ده برضو النكد المؤجل. ده الاصطلاحات اللي انت طلعتها دي والله العظيم. يعني مثلا ايه، نروح فرح، راجعين من الفرح في منتهى السعاده، وهي كانت بترقص معاك وتاكلك في بوقك وبوتي بوتي عبد اللوتي وقاعدين ومبسوطين وفرحانين وبتكلمني بصوت شتوي وكل حاجه والدنيا حلوه وكل حاجه، فجت الدنيا مطرت. لا عادي جدا، روحنا البيت بفتح السوشيال ميديا الفيسبوك كده مثلا، ولا ايه، حسبي الله ونعم الوكيل. الله، دي هي اللي محاسبنا؟ هي بنتي ايه اللي حصل؟ ما احنا كنا كويسين مع بعض، ايه اللي حصل؟ ما احنا اول ما دخلنا الفرح انت سلمت على واحد من اصحابك وما عرفتوش عليا. أيوة. يبقى انت بتستعر مني. ازاي تعمل كده يا دكتور؟ ما انا ما اعرفش والله. ازاي ده حاجه تعقل مني؟ ايه اللي تعقل مني والله؟ انت بتسترجعي اليوم كله وبتدوري على حاجه تنكدي بيها. طب ليه؟ طب ما تنكدي في ساعتها ونخلص. ونخلص. لا انت مخزنه. لا تخزني. يبقى هو كان قصده ايه؟ لا ودماغهم بقى توديهم وتجيبهم بقى. يبقى هو مش عايز يعرفني عليها، يبقى هو بيتسلى بيا، يبقى هو بيخني، يبقى هو، وتلاقي الدماغ الموضوع كبر 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 بدون اي سبب، ومره واحده تفرقع في وشك بدون اي سبب. طيب لو ربنا رزق راجل بواحده ست بالمواصفات دي، بواحده ست، احنا هنا بص احنا مش هي واحده. هي واحده يعني، احنا لان في ستات كتيره فرفوشات بصراحه. أكيد أكيد. والست المصريه مشهوره ان هي مفرفشه. اوه دي رقم واحد في الفرفشه. ربنا يسامحني، ربنا يسامحني. طيب ممكن تقول لنا لو ربنا رزق راجل بواحده ست نكديه يتعامل معاها ازاي؟ هو الموضوع يعني بكل بساطه حاجه من اتنين، يا اما تدلعي وتفرفشي الراجل، يا اما هيدور على اللي تفرفشه. فهي الموضوع بكل بساطة، الموضوع سهل. طب هو الراجل يتصرف ازاي لو واحد فجأة اكتشف ان هو متجوز خزان احزان؟ لا هو الموضوع يحاول على هي تحاول على قد ما تقدر، لو خلاص قفلت عايزة تنكدي اختاري الوقت اللي بتنكدي فيه. لا انت كده تنصحها هي، انا بقول لك تنصح الراجل بايه؟ انصح الراجل إيه؟ لا يدور على حد تاني. لا 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 انكدي لا لا طب استنى هو على طول كده يدور على حد تاني؟ ايه ده ايه ده، ولو كل واحد مراته نكدت عليه طلقها هنبات كلنا في الشارع سناجل. ما هي هيعمل ايه؟ ايه رايك ندي للرجاله نصيحه نعلي عليهم؟ نعلي عليهم في النكد؟ ما بنعرفش. لا استنى بقى، ما انا هقول لك يعني مثلا انت قاعد في امان الله تمام، وراجعين من الفرح تمام، وهي قالت لك انت ما كنتش مهتم بيا في الفرح، فما تقولش ليه يا حبيبتي ومش تقول لا، ما انت رحت عملتي لنفسك طبق فته ولحمه وطنشتيني. صح والله. لا سقفوني بقى. صح. فتبتدي تعلي عليها. صح. وانت راجع. صح. انت راجع من الشغل مبوز وما بصتنيش. عشان انا ما لقيتش ورد بالظبط، وما لقيتكيش حاطه برفان حلوه، وما لقيتكيش جميله وجاهزه ومستنياني. لا 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 دي حلوه قوي دي. ايه رايك؟ فكره عبقريه. هنعلي عليهم بس تبقى حياتنا نكد في نكد. هنعلي عليهم. طيب ناخد سؤال كده يا دكتور. تمام. النكد داء ولا ابتلاء؟ لا هو بصراحه انا عندي قناعه تامه ان النكد ده بالنسبه للسيدات عباره عن هرمون بيتفرز في جسمها. هرمون النكدوز. هرمون النكدوز بيتفرز 360 يوم في السنه، بس عشان لاجل الامانه بيبقوا فيه 5 ايام في السنه ما بيتفرزش فيه الهرمون ده. يعني هو في 5 ايام في السنه بيبقوا فيها في منتهى السعاده. 5 ايام في السنه. عيد ميلادها واليومين اللي بتروح تقعد فيهم عند امها
ومثلا بيبقى يوم عيد حاجه كده يعني. والفالنتاين؟ لا الفالنتاين ده بيبقى نكد نكد. إيه؟ ده يوم، ده يوم اسود في تاريخ البشريه. ده ليه؟ لا. ليه ده يوم الحب؟ انت مهما هتعمل انت ما بتعجبش. انت جبت ورده، ما هو صاحبتي جوزها جاب لها مش عارف ايه، جبت لها شوكولاته، لا ما هو اصل مش عارف ايه، انت عزمتها في مطعم، لا اصل جوز صاحبتي التانيه ودتها مش عارف ايه. انت هي دايما بتعلي عليك، هي بتعلي عليك. لا لا انا قلت لك بقى خلاص، ما احنا هنعلي عليهم بقى. طيب طبعا في ناس كتير ما تعرفش ان حضرتك دكتور في العلاج الطبيعي. ايوه. فعايز اعرف من حضرتك كده، هل في هرمون مسؤول عن الحاله المزاجيه النكديه للست دي؟ طبعا طبعا. الهرمون ده زي ما احنا اتفقنا كده اسمه هرمون النكد. ده بيتفرز في حالات ده معينة. موجود فعلا بجد هرمون النكد؟ موجود فعلا، موجود فعلا. الهرمون ده بيتفرز في حالة السعادة بتاعت الراجل. كل ما الست تلاقي راجل سعيد كل ما الهرمون ده يتفرز. ما تهزرش. والله العظيم وحياة ربنا. في مشكلة، في مشكلة. فكرة ان الراجل داخل البيت مبسوط دي في حد ذاتها بتعمل لهم مشكلة. انت نزلت خرجت مع اصحابك وراجع. استنى استنى استنى. انا كنت بقول دايما نصيحه، اوعى وانت نازل خارج مع اصحابك تبين لها انها مبسوط. بالظبط انك مبسوط بالظبط. انا نازل بقى اخرج مع شويه على الرخمه كده. أيوه. بقى وده يعني معلش بس لازم انزل اجاملهم بقى ونازل اوف بقى مش عارف ايه. بس هي بقى لو قالت لك براحتك هتقوم لافف وراجع ضرب الجرس لابس الخيل. لا 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 انا اتاخرت عليكي. انا وحشتيني 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 مش قادر اعيش من غيرك. ده في رجاله بتبقى مروحه البيت شايله هم اللحظه دي. اه والله صح، وشايله هم اللقاء ده. والستات انا عايز اقول حاجه، الستات في النكد وفي النكش ما اقولكش ايه وان. لا يعلى عليهم في النكد وفي النكش ما اقولكش. لا يعلى عليهم. طيب بس ده ما نقدرش ننكر برضو ان الراجل بيروح للست الفرفوشه. طبعا. يبقى اذا الكائن ده موجود. اه موجود طبعا، كائن الفرفشه ده موجود. طبعا طبعا. طب هو بيظهر امتى وبيتغذى على ايه ومواسمه ايه وبيظهر فين؟ لا هي بالنسبه للمراه الفرفوشه ده بيبقى طبعا، ده هي بتبقى طول عمرها فرفوشه ما بتحبش النكد وبتاع، وبيبقى غالبا ليها مواصفات معينه. ايوه. بتبقى يعني مش شايله الهم. ايوه. بتبقى ست رايقه كده واخده بالها من نفسها ورايقه، وبقى معاها كلب صغنون كده بتنزل تتمشى بيه في النادي، بتصحى الصبح هعمل ايه النهارده. لا بس هي عشان توصل إيه؟ للمرحله دي بتكون كلت ثلاث رجاله قبل ما توصل للمرحله دي. كده كده. طيب هل انت شايف يا دكتور ان دايما الزوجه الثانيه بتبقى فرفوشه؟ والله هو لو ما كانتش فرفوشه يبقى الاختيار خاطئ من الراجل، وهنا انا بحمل الراجل المسؤوليه. خلاص انت غلطت مره ما تكررهاش تاني. انت لو كررت الغلط تاني يبقى انت بقى ايه زي ما الفيلم القديم، انا عايز واحده تهزقني 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 يعني. طيب الدكتور عبد الله هيقول لنا ازاي اقدر اقلب الست كده واعرف اذا كانت من النوع النكدي ولا من النوع اللي بتجر رجلك عشان تروح وتمضي وبعد كده يظهر الوجه الحقيقي. أيوة. قول لنا تيبس بقى وازاي نكتشف الست النكديه الفتاكه الهرايه دي. تمام. اول حاجه، اول غلطه كل بيعملها انه فكره ان هو بيتسرع ويروح يتجوز مره واحده. لا، طول فتره الخطوبه على قد ما تقدر. شوفها في كل حالاتها، شوفها وهي مبسوطه، شوفها وهي متضايقه، شوفها وهي في الشغل، شوفها وهي راجعه من الشغل، شوفها وهي مثلا تعبانه في اخر النهار. تعامل معاها في كل الحالات. في رجالة في القعدات يعني يقول لك ايه، انت لازم تستفزها عشان تخرج تشوف. اه بالظبط كده، هي هتعمل فيك ايه. وفي رجالة تانية تقول لك ايه، روح شوف مامتها وشوف المصنع اخباره طبعًا. ايه طبعًا. في البيت طبعًا. بيدي انديكيشن ده بيدي يعني مؤشر. طبعا. اقفل القدرة على امها تطلع البنت امها. لا لو اكفي. اكفي. او اقفل. لو الام طبعا برضو نفس الكلام، نكديه في البيت ومبهدله البيت وبتاع كده كده بيبقى خلاص البنت زيها، وابعد واجري على طول ما تحاولش. هي المشكله ان الموضوع ان المراه النكديه ده بيبقى طبع، والطبع بيبقى صعب جدا انه يتغير. انما هي لو فرفوشه ومامتها فرفوشه وكده يعني ما ده حتى المثل بيقول لك خد الست الفرفوشه وابعد بقى عن القفوشه. صحيح. طيب في رجاله كتيره للاسف مرتبطين بستات اتكلموا معاهم كتير في موضوع النكد. والست اللي ما بتحس ان هي سيطرت ومالت البيت عيال وجابت الراجل من زوره ما بتسمعش غير لودانها وهي وبس. صح. مهما كان الراجل بيشتكي وبيقول لها حاولي تصلحي من نفسك. صح. فهي لا. صح. انا قفشته. صح. ومسيطره ومش عارف يفلفص مني. صح. فماي واي اور هاي واي. تقول للراجل بقى اللي في الحاله الضعيفه دي، استنى بس خد بالك ما تقوليش يطلق.
لا لا ولا طلق ولا اي حاجه ما تقوليش طلق انا ضد الطلاق لا 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 احنا عايزين نبقى اذكى زي ما قلت لك نعلي عليهم عايز اقول لك الراجل المتكتف ده اللي قاعد متكتف في البيت وقاعد وخايف يا ترى هتعمل فيا ايه دلوقتي نقول له يعمل ايه يا دكتورنا الراجل ده بكل بساطه هو اكيد نصح مره ونصح الثانيه ونصح الثالثه ونصح الرابعه مفيش اي استجابه من كده لا يروح يدور على حاجه بره بصراحه انا مع الجواز الثاني قلبا وقالبا يعني بمعنى ايه هو مش حرام هيتعمل فيك ايه اكتر من اللي معمول فيك لا يعني هو موضوع الزوجه الثانيه ده يعني فعلا اصل احنا دلوقتي خلاص انا دلوقتي انا موجود فين انا بقيت دلوقتي بالنسبه لمراتي درجه ثالثه او درجه رابعه يعني حياتها وبعد كده الاولاد وبعد كده انا لا انا اسف انا لازم ابقى رقم واحد في حياه اي واحده انا موجود في حياتها صح بس يوم هيتعملي داون جريد وهتكلم معاكي مره واثنين وثلاثه ومش هيتوافق على كده لا مع السلامه هروح ادور على اللي تحطيني على راسها صح هروح ادور اللي تقول لي يا سي عبد الله صح يا سي عبد الله ما هي الحياه الواحد بيعيشها مره يا عيشه حلوه يا ما نعيشهاش بالظبط كده طيب انا بشكرك وقتنا خلص انا هختم الفقره دي بس عايز بعد ما نختم حضرتك هتبص للكاميرا دي تمام. وتدينا واحده خليك راجل في النكد تمام. بشكرك يا دكتور ونتمنى ان احنا نشوف حضرتك مره ثانيه يلا بص 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 الاتيتيود وفجاه البلوجر طلع طلع البلوجر اللي جواك بص يا حبيبي منك ليه اوعى تختارها نكديه وانت يا حبيبتي شيل الطرحه من على دماغي بدل ما وتنكدها عليه حطيها على وسطك وفرفشي عليه وانت يا حبيبي خد الفرفوشه النعنوشه وخليك راجل يا حبيبي بشكرك يا دكتور ونطلع فاصل ونرجع تاني انا سعيد